بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحات 20 و 21 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي. عرض البيانات ومعالجتها. Présentation et traitement des données. لنفهم ونطبق. نلاحظ الجدول الذي يبين قياس أطوال بعض الأنهار المغربية، ثم نكمل رسم المخطط بالأعمدة. هذا الجدول يضم أسماء الأنهار، وهنا الطول بالكيلومتر. بين التدريجة والتدريجة 100، يعني 100 كيلومتر. درعا، يعني نهر درعا، طوله 1100 كيلومتر. 1100 كيلومتر. نهر ملوية، طوله 600 كيلومتر. نهر أبو رقراق، طوله 240 كيلومتر. إذن 250، 300 تقريبا. إذا نهر أبو رقراق طوله 240. كيلومتر. واد كير طوله 433 كيلومتر. 433، هنا 50 تقريبا. أم الربيع، نهر أم الربيع طوله 550 كيلومتر. 550. نهر سابو طوله 604. نهر سابو طوله 614 كيلومتر. 614. نحدد أطول نهر، ونهر درعا. أقصر نهر أبو رقراق. الأنهار التي يتجاوز قياس طولها 500 كيلومتر. إذن الأنهار التي يتجاوز قياس طولها 500 كيلومتر هي ملوية، أم الربيع، درعا، سابو. الجدول يبين علو بعض الأبراج الكبرى في العالم. ألاحظ ثم أكمل رسم المخطط بالأعمدة. إذن الجدول يبين علو بعض الأبراج الكبرى في العالم، ثم نكمل رسم المخطط بالأعمدة. برج إيفيل. إذن برج إيفيل علوه 300 متر. شانغهاي. إذن شانغهاي الصين، علو هذا البرج 632 متر. 600. إذن 650. 632 تقريبا. هنا ستمائة واثنان وثلاثون. محمد بن راشد علو هذا البرج
381 متر، 350 تقريبا، 381. الساعة بمكة المكرمة علو هذا البرج 601 متر، إذن 601. أحدد أعلى برج. أعلى برج هو برج شنغهاي 632. أقصر برج هو برج إيفيل، علوه 300 متر. الأبراج التي يتعدى قياس علوها 620، إذن 620. هناك برج واحد هو برج شنغهاي الذي علوه 632. الأبراج التي يقل قياس علوها عن 600 متر، يقل يعني علوها أصغر من 600 متر. إذن بالنسبة 600 متر يعني الأبراج التي علوها أصغر، هناك برج إيفيل، هناك برج محمد ابن راشد. أثبت تعلماتي. تنظيم بيانات في جدول أو تمثيلها بمخطط بالأعمدة يمكن من تحديد المعطيات في أسرع وقت. إذن هذا الجدول يضم الأيام، أيام الأسبوع، ثم كمية الأمطار. إذن الأيام، كمية الأمطار. بالنسبة للاثنين 18 مليمتر، الثلاثاء 25 مليمتر، الأربعاء 31 مليمتر، والخميس 29. أنمي معجمي العرض la présentation البيانات ليدوني المخطط بالأعمدة le diagramme en bâton الجدول le tableau. Le tableau suivant présente les équipements et les prestations présentées par des hôtels touristiques. إذن هذا الجدول يقدم التجهيزات والخدمات التي تقدمها بعض الفنادق السياحية. Je précise l'hôtel qui présente. أحدد الفندق الذي يحتوي على le pli de prestation، أكبر عدد من الخدمات. إذن بالنسبة للزوتيل الفنادق ثم الخدمات. الفنادق النور أطلس لونور تيليب. بالنسبة للخدمات شامبر كليماتيزي بيسين ريستوراسيون كافيتيريا جو، غرف مكيفة، مسبح، مطعم، مقهى، ألعاب. Le pli de prestation يعني أكبر عدد من الخدمات، يعني أننا نحدد فندق يقدم أكبر عدد من الخدمات. إذن أكبر عدد من الخدمات هو أوتيل النور. 1 2 3 4 5 il présente 5. إذن سي أوتيل النور. Le moins de prestation يعني نحدد الفندق الذي يقدم اقل الخدمات. سي لوتيل اطلس 4 prestations، الفندق الذي يقدم 4 خدمات. لا يوجد هذا الفندق يقدم 5 خدمات، خدمة واحدة، 3 خدمات، 3 خدمات. اذا 4 غير موجود. moins de 4 prestations، الفندق الذي يقدم أقل من 4 خدمات. هناك فندقان لونور اي تيليب. بلي دو 4 بريستاسيون، أكثر من
أربع خدمات. هناك فندق واحد هو النور، سي لوتيل النور. يبين الرسم عدد الخرفان التي باعها مربي ماشية من البروج بين سنتي 2014 و2018. أكمل ملء الجدول انطلاقا من الرسم المبياني. إذا رسم مبياني، وهذا جدول سوف نكمل ملء الجدول. عدد الخرفان في كل سنة، السنوات. إذا نبدأ بسنة 2014. 2014 عدد الخرفان، 50، 60، يعني ما بين التدريجة والتدريجة 10، هنا نصف التدريجة، إذن 56. إذن باع 55 خروفا سنة 2014. بالنسبة لأربعين خروف في أي سنة باعها؟ 40 خروف سنة 2015. السنة الموالية 2016 كم باع فيها؟ باع 70 خروفا. 2017 45. السنة الأخيرة 2018 عدد الخرفان 60 خروفا. في أي سنة باع مربي الماشية أكبر عدد من الخرفان؟ إذا من خلال هذا الرسم المبياني سنة 2016. أصغر عدد من خلال الرسم المبياني، أصغر عدد سنة 2015. يبين الجدول التالي عدد سكان بعض المدن المغربية حسب إحصاء 2014. المدينة عدد السكان، هذا التمثيل المبياني، عدد السكان والمدن. مدينة خريبكة عدد السكان 196,196. إذن فإن العدد محدد، إذن ما بين التدريجة والتدريجة 100,000. مدينة الجديدة 194,934. إذن قريبة من يعني عدد السكان بمدينة خريبكة، إذن أقل بقليل. بني ملال، مدينة بني ملال عدد سكانها 192,676. 192,000. إذن 696، 194، 192، أقل بقليل من مدينة الجديدة. المحمدية 200. المحمدية عدد السكان 208,612. 208، إذن 208. أحدد أكثر هذه المدن سكانا، أكثر هذه المدن سكانا من خلال الرسم المبياني. مدينة المحمدية، أقل هذه المدن سكانا مدينة بني ملال من خلال الرسم المبياني. المدينة التي يقطنها أكثر من 200,000 نسمة هي مدينة المحمدية. المدينتين اللتين يقطنهما أقل من 195,000 نسمة، أقل من 195,000، إذن مدينة الجديدة ومدينة بني ملال.